السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المهم جيت نهضر اليوم على الانستغرام اللي مشى ليا. انا ما عرفتش دابا مالهم ما يدوا لي الانستغرام. انا ماشي مشكل نطلع واحد اخر، راه الحمد لله راه عندي كاع الكونطات طالعين، ولكن هذا الانستغرام هذا ربيت عليه الكبده بزاف. كلي طلع صاله قبله، خسرت التباصل على قبله، الحسد على قبله، بزاف ديال الحوايج على قبله. ما عارفين علاش كنهضر، وفي الاخر دوا لي الانستغرام، دوا لي الانستغرام ديالي علاش؟ حيت تلاقيت مع الشكوحه. انتم عندكم عداوه معاهم؟ مع كل تحياتي لهم، انا ما عنديش عداوه معاهم. علاش تجمعوني حتى انا؟ اشنو درت؟ دوا لي الانستغرام اشنو درت؟ ها علاش من هذا البعد كيعيروا باش من بعد ثابتين معاهم؟ نعم علاش كيعيروا بشحال هذا ودابا ثابتين؟ ما كنحقدش انايا، ما كنحقدش، مانيش انا الحقد في الدم ديالي. وفي الاخير يمشي لي الانستغرام، عيب وعار، عيب وحشومه. يمشي لي الانستغرام، ما يمشيش لي الانستغرام، حشومه وعيب. هادشي راه ما يبغي الا الله لعبدو. اشني الحاجه اللي درت؟ اشني الحاجه اللي خايبه اللي درت؟ هذيك تعدات عليا بزاف ديال الحوايج، دات لي فلوس بزاف ديال الحوايج، وفي الاخير ديتو ليها هي الانستغرام، ديتو ليها حتى انا الانستغرام. انا نطلع واحد اخر، انا عندي حب البيبليك وحب الجمهور، ولكن اللي بقى فيا الحال علاش دو ليا ديالي انا ينعل ديال الوقت؟ ضيعتوني، ضيعتوني بزاف. الفيديو كليب تا هو الروبو حارو فيه، البنجو كيضرب الف حساب كيقول علاش الديسك ثلاث ايام هو الاول في طوندونز، ودوز السيمان وباقي حد الان في طوندونز. وفي الاخير يمشي لي الكليب، ضيعتوني بزاف، حشوم عليكم. البلان ديال داك الديسك انا غادي نقول لك. اسمح لي تعصبت، ملي كنتعصب العقل ديالي كيدور دغيا. درت واحد، ماشي انا اللي درت، واحد داك اللي خدم لينا الكليب دار واحد لانستري. داك لانستري يعني ما كانش معروف، مليح في يوتيوب، مليح في كل شيء. ملي الديسك طلع للطوندونز، واحد من فرنسا ضربوا لي بسترايك، ضربوا لي بسترايك. ملي ضربوا لي بسترايك فاشنو في شطره، مشيت دخلت عنده قلت له عفاك تلقط ديك الاغنيه هذه، قال لي لا هذه ما هذه من حقه. شوف انا غنهضر انا وياه، قال لي نوصلوا انا وياك شي حل، احنا غنوصلوا لهذا الحل. قال لي شنو هو هذا الحل هذا؟ قال لي اما نتفاهموا انا وياك، اما نرفع بك شكايه. حنا الحبس راه ما كنخافوش منه، باش نوضح لك، لان ما درناش علاش، الا درت علاش نستاهل الحبس، ما درتش علاش ما نستاهلش الحبس. انا لا علاقه لي بهذا الدومين، انا طلق لي الاغنيه، انا اديني الحبس طلق لي غير الاغنيه، انا باغي الاغنيه تطلق لي انا، باغي نفقص الروابا انا والروبو فقستهم انا. وفي الاخر دي لي الاغنيه انا، مشى لي الانستغرام، مشى لي الاغنيه، نحشمه وعيب. هادشي راه ما يبغي الا الله لعبدو. هادشي تردونا لعتنا القديمه، احنا تردونا لعتنا القديمه، كنا غير خايبين ما يبقاش فينا الحال. حنا راه ما خايبين ما والو، وبلادي ما سمحتش فيها انا. انا كنت غنتزوج غنمشي لبلجيكا شحال هادي، والطرف ديال بلادي ما خليتهاش، باش ما نخليش بلادي انا. وفي الاخر ولاد بلادي يديروا لي هاد الحال هادي، هادشي راه ما يبغي الا الله لعبدو. المهم ردوا لي الانستغرام ديالي، الله يرحم بها الوالدين. هضروا لي مع مارك ولا سيروا الشركه ديال الانستغرام، ولا سيروا حرقوا لهم الانستغرام ديالي، خاصو يترد. واش غادي شي فيديو كليب نتا فوق مروان؟ غادي يكون قريب ان شاء الله. انا مروان غادي ندوي على الوالدين، ونتمنينا الاعجاب ديالكم، حقاش مروان عنده الصوت وكيغني مزيان، وغادي نبان انا وياه ان شاء الله. رساله ديالي المغاربه، رجعوا لي الانستغرام ديالي، الله يرحم بها الوالدين. هادشي نقدر نقول لكم.